خلونا متفقين ان شغلانتنا كدكاتره اسنان جزء كبير جدا منها معتمد على سمعتنا، فلو حصل عندنا في العياده اي كومبليكيشن للبيشنت اللي احنا شغالين عليه وما قدرناش نتعامل معاها، فده هيسبب لنا مشاكل كتير جدا في السمعه اللي احنا بنبني فيها. الكومبليكيشن بتاع الفيديو النهارده هي الفاشيال نيرف باراليسيس، ودي بتحصل كتير جدا، فتعالوا نعرف مع بعض ايه سببها ولو حصلت ازاي بنتعامل معاها. طب الكومبليكيشن دي بتحصل امتى؟ هقول لك، هي بتحصل وانت بتعمل انفيريو الفيلر نيرف بلوك عشان تخدر الاسنان اللي تحت. طب واحده واحده، هي ليه حصلت؟ هقول لك والله تعالى نعمل فلاش باك بسرعه كده على الانفيريو الفيلر نيرف بلوك ازاي بنعمله. او ما لك والله ان انت بتدخل من الاوبزيت سايد بالشكل ده، وبتدخل من عند منطقه الفور والفايف من عند البريمولرز عشان توصل من هنا وتوصل للتارجت اريا بتاعتك. فهنا هتعمل التاتش بون عند اللينجولا، وهنا هتعمل الانفيريور الفيلر نيرف بلوك بشكل صحيح. طب افرض بقى ان انت ما دخلتش من عند منطقه الفور والفايف، لا دخلت انتيريور شويه، فهنا هل انت هتعمل تاتش بون؟ لا، بصوا كده على النيدل، النيدل ما عملتش تاتش بون، فضلت ماشيه لحد ما توصل عند منطقه الباروتيد جلاند. والباروتيد جلاند موجود عندها مين؟ الفيشيال نيرف. والفيشيال نيرف يا دكاتره اللي هيكون موجود في المنطقه دي وظيفته ايه؟ بيغذي المسلز اوف فيشيال اكسبريشن، فدي يعتبر الوظيفه بتاعته. تخيل بقى ان انت عملت دامج لهذا الفيشيال نيرف من خلال وصول الانجكشن بتاعك عنده، هنا هيحصل الفيشيال نيرف باراليسيس. فهمت ليه حصل الموضوع ده؟ طب انت دلوقتي بعد ما انت عرفت السبب ازاي تجنبه، ان انت والله لازم تكون عارف اللاند ماركس بتاعت هذه الانفيريو الفيلر نيرف بلوك كويس. فبالتالي انت بتخش من عند منطقه الفور وفايف بتحاول تعمل تاتش بون. لو انت ما عملتش تاتش بون اوعى تعمل الانجكشن، شرط اساسي في الانفيريو الفيلر نيرف بلوك ان انت تعمل تاتش بون. اوكي، فازاي تفاداها؟ ان انت لازم تعمل تاتش بون. لو ما عملتش تاتش بون ففي احتماليه ان يحصل هذا الفيشل نيرف باراليسيس، دي يعتبر السبب وازاي نتفاداه. طب دلوقتي افرض بقى ان انت ما ركزتش مع كل الكلام ده وحصل للبيشنت هذه الفيشل نيرف باراليسيس، ايه اللي انت بتشوفه قدامك؟ والله هقول لك ان نص الوش ده، دي يعتبر الافكت سايد، نص الوش ده هتلاقي كله حصل له تروبنج لتحت، كله نزل. هتلاقي ان شويه التجاعدات اللي موجوده هنا ما عادتش موجوده، هتلاقي ان هذه الايليد نزلت لتحت، هتلاقي كورنر اوف ذا ماوس نزل لتحت، هتلاقي ان هذه النيزو ليبيال فولد نزل لتحت. حصل ان نص الوش ده سقط لتحت. اول ما تشوف حاجه شبه كده تعرف على طول ان انت سببت للبيشنت ده فيشال نيرف باراليسيس. طبعا البيشنت في الوقت ده بقى مرعوب، جاي لك بيشتكي من درس بيوجعه، الوقت انت حرفيا مشيته مشلول. طب انت بقى هتتعامل مع البيشنت ازاي؟ وده يعتبر النقطه اللي انا ابتديت فيها في الاول لما قلت لك ابني سمعتك، فانت هنا لازم تتعامل مع الكومبليكيشن دي. تعالوا نعرف مع بعض ازاي بنتعامل مع هذه الكومبليكيشن. خلونا متفقين ان الكومبليكيشن دي ملهاش اي علاقه خالص، بس هي بتعتمد على الكلام اللي هيطلع من لسانك. انت في الوقت ده هتكون متوتر ومش قادر تتعامل ولا هتعرف تتكلم؟ اسمعوا الكلام ده لانه مهم جدا. اول حاجه هتقولها للبيشنت، والله الموضوع ده عادي خالص وترانزيانت وما تقلقش منه، بيحصل كتير، فما تقلقش، الموضوع ده مؤقت ومش هيسيب لك اي اثار جانبيه ولا هيسبب لك اي مشاكل مستقبليه. فانت اول جمله هتقولها له ما تقلقش خالص، ده حاجه طبيعيه، ما يكونش في اي توتر ولا يبان عليك اي خوف. دي اول نقطه، يبقى اتاكد على البيشنت ان الموضوع ده مؤقت جدا ومفيش منه اي مشاكل. تاني نقطه، البيشنت هيكون عنده الاي دي نازله لتحت، حصل فيها دروبنج، فانت ممكن تقول للبيشنت يجيب اي باتش ويحطها عليها لحد ما الماسل تون ترجع تاني لطبيعتها. ولو البيشنت دي كانت حاطه لينسز خليها تشيل اللينسز بتاعتها، بس كده. دي يعتبر تعاملك مع كومبليكيشن. تعاملك مع كومبليكيشن انت مش هتعالج حاجه، بس تعاملك مع كومبليكيشن ان انت مش هتكون متوتر وتطمن البيشنت. مجرد ان انت تطمن البيشنت كده البيشنت هيكون واثق فيك، حاطط التراست بتاعه في الشخص الصح، ودي يعتبر نقطه مهمه جدا 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 لينا كدكاتره اسنان. اشوفكم ان شاء الله مع كومبليكيشن تانية. سلام.